تركي قمصل، لا صليت العصر ولا مغرب، والحين بيأذن العشاء. تكفين يما، خليني أكمل، والله تعبان. وش اللي خليني أكمل؟ أقول لك قمصل. ماني خلاص، ماني مصلي. كيف أنا واحد كيفي ما بيصلي؟ استغفر ربك، كيف تكون أنت مصلي؟ اللي ما بيصلي هذا أبوي ما يصلي. حمد، الولد يقول ماني مصلي، وهذا كله منك انت. مني انا؟ ايه منك. ايش دخلني انا؟ شلون ايش دخلك؟ بدل ما تكون قدوه لعيالك تقول ايش دخلني؟ وش اقول يا ربي؟ وش اقول؟ يعني ايش تبيني اسوي؟ راح قل له قم يصلي. ان شاء الله. ولد سميبا، انت الحين ورا ما تروح تصلي؟ ها؟ ابشر ابشر يبا، ابشر ابشر. صلاة عمود الدين. ابشر سميبا. خلاص يبي يروح يصلي. بالله هذا اللي قدرك ربي عليه؟ وش تبيني اسوي بعد؟ ابيك تشرح له غلطته وتفهمه ان اللي قاعد يسويه غلط. ابيه يصلي ويطلب ربه على الصحه والعافيه. تعال، هو فاهم مثل هالامور وعارف، عارف هالامور هذه وفاهمها. فاهمها؟ هذا انت وش كبرك؟ فاهم ولا تصلي؟ انت وش تبين انت؟ ترى اشغلتين انت، ايش تبين؟ ابيك تقول له يصلي وتصلي معه عشان ما يكون عنده عذر بان ابوه ما يصلي. انا طالع غرفه نوم. استغفر الله العظيم. قاعدين يصلون، اروح 10 دقائق وبعدين ارجع لهم. هلا ابو تركي. هلا. يا مرحبا، وش الاخبار؟ تمام. طيب بشير بشير، خلينا نلحق الجماعه. لا انا سابقكم. ما بداك تو مذن يا اخوي. لا انا جاي من الدمام فجامع. اي تقبل الله، اجي خلينا نلحقهم. افا افا افا. السلام طيب عليكم يا اخوي. هلا والله ومرحبا. هلا. ما فرح، ما نزل 100 محسوب عندي. هذا 50. نسيت يا اخوي. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع يا ابوي. ابشر. اربعه. ابشرك، وقع الوزير اليوم قرار تعيينك مدير عام. والله العظيم وبكره حتستلم الاداره. احب راسك يا ولد، وش تسوي؟ لا لا تحب راسي ولا شيء. باركوا يا شباب، باركوا لابو تركي، صار مدير عام. مبروك مبروك. تستاهل والله، تستاهل. نبي عشاء، عشاء معتبر. ابشر بها والله، اجل الذبيحه لازمتك. ابشر بها والله. واربعه.